من جديد بتواصل معاك كابتن ايمن تحت حضرتك وضيف الكرام جميع مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. حكم انتهاء مباراه الاهلي وسموحه، معانا كابتن احمد سامي المدير الفني لسموحه. كابتن احمد، يعني النهارده لك النهارده مباراه كبيره لعبتوها، ولكن النادي الاهلي تفوق 2-0 النهارده، يعني تقييمك للمباراه وشفت المباراه ازاي النهارده؟ بقول للكابتن ايمن شوقي كل سنه طيب، وحشني. مبروك للنادي الاهلي، طبعا في فرق في الامكانيات، حاولنا بشكل كبير جدا، طبعا احنا بنحاول بشكل كبير جدا نعدي المرحله دي في سموحه، هيبقى في السنه الجايه هنبان بشكل مختلف. طبعا الفرق الماتش ده ماتش بالنسبه لي، يعني بالنسبه لي ماتش كنا بنحاول ناخد نقطه، ولو كنا صعبنا الامور اكتر، لكن هو في بعض المواقف ما كانش عندنا الشخصيه القويه اللي انت تقدر ترجع للماتش. الكوره بتاعت محمد شريف طبعا هي قدرات فرديه وسوء تمركز مننا، برضو القصه بتاعت كهربا في وسط اربعه ودربكه، هو طبعا القدرات الفرديه حسبت الموضوع، لكن الفرقه عندي عملوا ماتش كويس، انا بشكر اللعيبه على قد ما قدروا، وفي الاخر يعني مبروك النادي الاهلي. حضرتك اكيد متابع واحد ابناء النادي الاهلي ومتابع يعني النادي الاهلي وضغط المباريات، فرقه 48 ساعه سموحه، بعد كده عندنا الرجاء المغربي في دوري ابطال افريقيا، شايف فرص النادي الاهلي ازاي وتقييمك للموقف بشكل عام ازاي، خاصه في ظل ضغط المباريات الكبير ده؟ ايه الجديد؟ ما هو النادي الاهلي يعني ايه الجديد؟ ما هو النادي الاهلي طبعا هي فرقه كبيره وداخله في كل البطولات، لازم تبقى مضغوطه، ده الطبيعي، عندها لعيبه كتير جدا تقدر بشكل كبير جدا تواصل في كل البطولات. يعني الضغط ده طبيعي، الناس بتقول ضغط، لا الضغط ده طبيعي، لان النادي الاهلي داخل في كل البطولات، ما هو ازاي مش هيبقى فيه ضغط يعني. لكن طبعا ماتش الرجاء بالنسبه للنادي الاهلي ماتش مهم جدا، عشان تبقى خطوه كبيره انه يوصل للنهائي، وانا شايف بشكل كبير جدا ان الاهلي ممكن يقدر باذن الله، بعد طبعا التعثر في مجموعات في الاول، واحنا كان كل الناس كانت بتراهن لو عدى الكبوه بتاعت المجموعات دي ممكن يقدر يواصل بشكل كبير جدا. جمهور النادي الاهلي وانت احد اللاعبين اللي لعبت امام جمهور النادي الاهلي، رايك فيه خاصه في المباريات الافريقيه والمؤازره الكبيره لفريق النادي الاهلي؟ هو جمهور الاهلي هو نمره واحد، يعني في ورا النادي الاهلي هو بيديهم باور بشكل كبير جدا، حتى لو في اسوء حالات نادي الاهلي جمهور النادي الاهلي بيديهم دفعه قويه جدا يعني. شكرا كابتن، اتمنى لك التوفيق اللي جاي ان شاء الله. شكرا. كابتن ايمن، دقق لقاءنا مع كابتن احمد سامي المدير الفني لفريق سموحه، حكم انتهاء مباراه الاهلي وسموحه وفوز النادي الاهلي 2-0 والوصول للنقطه 53 والتربع على عرش مسابقه الدوري الممتاز. كابتن ايمن اتفضل.